وبالعودة لمتابعة الملف اليمني وللمزيد حول الدور الأمريكي في هذا الملف، ينضم إلينا من واشنطن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيد تيم ليندر كينج. أهلا بك سيد ليندر كينج. يعني الحرب في اليمن مستمرة منذ 6 سنوات، لماذا تأخرت المبادرة الأمريكية لتكون فاعلة في هذا الملف؟ شكرا جزيلا لكم على استضافتي. أعتقد بأن هذا الصراع له جذور عميقة ومأساوية، وكما تعلمون اليمن كانت في حرب طيلة عقود، وهذا الصراع بالتحديد كما أشرت مر على اندلاعه نحو 6 سنوات، ونحن نبذل قصارى جهدنا هنا والمجتمع الدولي مع القوى الخارجية، ونعمل مع الحكومة اليمنية ومع القوى داخل البلاد من أجل وضع حد لهذا الصراع الرهيب ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني. يعني لا تعتقد سيد ليندر كينج أن التدخل الأمريكي تأخر في هذا الموضوع لوقف الحرب في اليمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت منخرطة في البحث عن حل منذ اندلاع هذا النزاع، ولكن مرة أخرى كان هنالك تطور كبير تمثل في أن إدارة الرئيس بايدن تأخذ هذا الصراع على محمل الجد بمنتهى الجدية، وقد قدمت عروض أولاها وضع حل من خلال الحوار السياسي ومن أجل جمع الأطراف اليمنية من أجل التحدث والحديث عن مستقبل البلاد، وثانيا من خلال تحسين الأوضاع الإنسانية المأساوية، وهذا جزء، وبلادي متبرع ومقدم سخي للدعم، وما يزال المسار طويلا من أجل حشد المزيد من الدعم الدولي الهائل من أجل التوصل إلى حل لهذا الصراع. طيب فيما يتعلق بإدارة بايدن، كان هناك في البداية انتقادات وربما لا تزال انتقادات من قبل الحكومة اليمنية بأن لا رؤية واضحة لهذه الإدارة للتعامل مع الملف، وأن المقاربة لا سيما لناحية جماعة الحوثي مقاربة يعني لا تؤدي إلى تقدم، لا تملك واشنطن كما يقولون أدوات ضغط كافية. هل أصبحت هناك رؤية أكثر وضوحا لإدارة بايدن ولواشنطن؟ نعم أعتقد ذلك، وحينما عينني الرئيس مبعوثا لليمن وأنا متشرف جدا وممتن لهذه الفرصة من أجل المساهمة في التوصل إلى حل هذا الصراع، فهذا النهج يتسم بالوضوح تماما في المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث إلى الجميع داخل اليمن باستثناء القاعدة كمنظمة إرهابية، ولكن نحن نبذل قصارى جهودنا من أجل جمع الأطراف معا ومن أجل تحسين الوضع الإنساني كما ذكرت، ونحن ندفع مبالغ كبيرة كما أشرت على سبيل المساهمة في سبل عديدة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وهي التي تقع في صلب هذا النزاع، لأن استمرار المعارك والقتال يترتب عنه تكلفة باهظة. جريفيث قبل أسابيع في إحاطته كان إلى حد ما منتقدا لجماعة الحوثي، واعتبر أنه لا يوجد هناك تعاون، حتى يعني أشار إلى أنهم كانوا يرفضون حتى اللقاء به، هذا في إحاطته. من وجهة نظرك، هل تعتبر جماعة الحوثي معاقلة للمسار السياسي ولمحاولة وقف إطلاق النار؟
كانت هناك الكثير من المشاركات البناءة بين الأفرقاء في اليمن وفي خارج اليمن. وإذا سألتني ما هو الفرق، بإمكاني أن أقول بأننا لمسنا مشاركات إيجابية، وهذا كان مبعثه الدخول والانخراط القوي للولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن أشير أيضا إلى أن هنالك المزيد من الإجماع في صفوف المجتمع الدولي إزاء التوصل إلى حل، لكنني أعتقد نعم أن جماعة الحوثي كانوا عائقا في طريق الحل. وما نلمسه الآن أن هنالك عروض ومقترحات منطقية مطروحة على الطاولة. على سبيل المثال فتح المطار صنعاء وهي حاجة ماسة، ووقف إطلاق النار أيضا، لأن كل ما نتحدث عنه من شأنه أن يحسن الأوضاع الإنسانية، وبالدرجة الأولى يتعين التوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل السماح للبشر بالتنقل بحرية والعودة إلى منازلهم، ومن أجل إعادة إطلاق الاقتصاد، ومن أجل أن لا يخاف الناس من القصف. في نهاية المطاف وقف إطلاق النار تطور مهم جدا، إلا أننا لم نرى إلى الآن التزاما جديا من جماعة الحوثي بوقف إطلاق النار هذا. طيب، تقول سيد ليندر كينغ بأن جماعة الحوثي كانت معرقلة، وربما أشرت في الختام الآن في ختام إجابتك أنهم لا يزالون كذلك أو غير متعاونين على الأقل. هل هذا ما استدعى من إدارة بايدن أن تعيد النظر ربما بمقاربتها بعد أن شطبت جماعة الحوثي عن لائحة المنظمات الإرهابية، عادت وأدرجت قياديين اثنين من الجماعة يعني تحت عقوبات معينة؟ هل مقاربتك أيضا ستكون يعني باستخدام أكثر أدوات ضغط أو الموازنة بين أدوات ضغط وأدوات ترغيب إن صح التعبير؟ مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية هي مقاربة دبلوماسية. لم نكن منخرطين في هذا الصراع بالناحية العسكرية ولن ننخرط فيه، ونحن نطالب الفصائل اليمنية بوقف التصعيد، وهذا في نهاية المطاف هدفنا النهائي، وهذا ما يحتاجه الشعب اليمني، وهذا ما سمعته من معظم اليمنيين الذين أتحدث معهم سواء كانوا في المجتمع المدني أو المجموعات الإنسانية. هنالك إعياء وإرهاق كبير يطغى على المشهد بسبب هذا الصراع، والهاجس الأول هو الأمن. فبعد الأمن هنالك أفراد بحاجة إلى أن يطمئنوا إلى أسرهم وأفراد عائلاتهم، الكثير منهم تعرضوا للخطف، وهنالك طيف واسع من المسائل التي يتعين التطرق إليها. لكن ما كانت إدارة الرئيس بايدن تشير إليه منذ يناير منذ مجيء الرئيس أكدت على شعورها بأن هذا الصراع ما يزال مستمرا، وبالتالي كانت هنالك حاجة لانخراط حثيث للولايات المتحدة الأمريكية في مساعي السلام من أجل حل هذا التحدي. ولذلك فإن تصنيف جماعة الحوثي نظر إليه على أنه عائق أساسي للمقتضيات وللأهداف الإنسانية للإغاثات الإنسانية، وذلك هو السبب الذي دفع الإدارة إلى إلغاء ذلك التصنيف في ذلك الوقت. أشكرك جزيلا من واشنطن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، شكرا لك.